أحياء تحترق بالكامل ومنازل اختفت تماما والناس يهربون من ألسنة اللهب في حرائق هائلة جديدة ضربت تركيا واجتاحت نطاق واسع في ولاية أزمير. وأعلن السلطات استمرار الجهود لإخمادها من خلال عمليات جوية وأرضية مع تضامن السكان وعمال الإغاثة لمحاولة السيطرة على الحريق وإجلاء جزء للسكان. Cehennem gibi yanıyor burası. Cehennem gibi yanıyor. Şu an cehennem gibi yanıyor. Yok benim. بعد أن تفاقمت بسبب الرياح القوية واقترابها من المباني السكنية والطرق وحالة تأهب قصوى في البلاد، ويحاول رجال الإطفاء حاليا إخماد ثلاث حرائق منفصلة في شمال غرب تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن اندلع حريق غابات هائل في منطقة أزمير وهي ثالث أكبر مدينة في البلاد، حيث اندلعت حرائق في ثلاث أقاليم في شمال غرب البلاد. وقد اندلعت الحرائق في نطاق واسع في كارشياكا بإقليم أزمير الساحلي بعد موجة الحر والرياح الشديدة. وتتحرك السلطات المحلية والوطنية لاحتواء النيران وحماية السكان بعد أن وصلت إلى المنازل. ووصلت سرعة الرياح حاليا إلى 80 كيلومترا أي 49 ميلا في الساعة، واندلعت حرائق في شمال غرب تركيا في منطقة أسيابات في منطقة كانيكالي، ومنطقة غيونك في مقاطعة بولو، ومنطقة جوردس في مقاطعة منياسا. وحذرت السلطات من أن هناك خطرا كبيرا لحرائق الغابات في الأيام الثلاثة المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية، فقد دمرت الحرائق التي أججتها الرياح القوية والحرارة الشديدة آلاف الهكتارات من الغابات. ولسوء الحظ امتد الحريق إلى بعض المناطق السكنية بسبب الرياح وتصاعد الدخان الأسود فوق الغابات والمدن. وقد قام رجال الإطفاء مدعومين بالمروحيات وطائرات القصف المائي بمحاولة السيطرة على الحريق ومحاربة ألسنة اللهب، فقد نشرت طائرات ومروحيات لمكافحة الحريق وتدخل مكثف من البر والجو، فشاركت 14 طائرة هليكوبتر و265 مركبة برية في جهود مكافحة الحرائق، إلى جانب أكثر من 1400 شخص من العاملين في قطاع الغابات. وقد قام رجال الإطفاء الذين يعملون على احتواء ثلاث حرائق غابات منفصلة في تركيا من احتواء أحدها والسيطرة على آخر بشكل جزئي، وقد تم إجلاء بعض السكان إلى مناطق أكثر أمانا كإجراء احترازي. Sıcaklık buraya geliyor, siz düşünün. Bakın ta nereden zoom yapıyor, sıcaklık buraya geliyor. Dallas yerle bir.
gidemez ki zaten şurada. Karşıyaka hayvan barınağında şu anda hiçbir köpek kalmadı, hiçbir canlı kalmadı. Ama hemen arkasındaki sanayi yanmaya devam ediyor. وقد توقف الحريق في بعض الاتجاهات بعد معركة غير عادية خاضها رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق بالرغم من الصعوبات بسبب تغير اتجاه الرياح باستمرار. وقد فتحت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الحرائق التي لا تزال غير واضحة إلى الآن، وهذه ليست المرة الأولى لاندلاع الحرائق، حيث شهدت تركيا سلسلة حرائق في الأسابيع الماضية في العديد من المحافظات، وتسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة والحرارة القوية في زيادة خطر الحرائق، حيث تعرضت المناطق الساحلية في تركيا على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة لحرائق الغابات، حيث أصبح الصيف أكثر سخونة وجفافا بسبب التغير المناخي، وإنه جرى إخلاء عدة أحياء وقرى كإجراء احترازي، لكن ليس هناك تهديدا حاليا للمناطق السكنية، وأن المحاولات ما زالت مستمرة لاحتواء الحرائق الكبيرة في البلاد.